مساء الفل يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزة اكلمكم النهاردة عن 5 تصرفات غالبا الستات بيعملوها بعد الجواز بنية ان هي عايزة توصل لجوزها قد ايه. بقى هي بتحبه وخايفة عليه وحاسة بيه، ولكن النتيجة بتكون عكسية تماما. يعني في البداية بس عايزة اوضح ان ده كله عبارة عن كلام، وانتي قدرتي تعملي حاجة منه زي الفل، ما قدرتيش تنفذيه يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تمام؟ بس المهم عندي انك تبقي عارفة ان تصرفك ده بيؤدي للنتيجة دي مش اللي في دماغك، عشان بس ما تقعديش تحرقي في جزع الفاضي. تمام، نبتدي. اول تصرف احنا بنعمله بالغلط بنية ان احنا بنوفر، ولكن هو ما بيتفهمش كده، هو انك توفري له على حساب مظهرك الشخصي في البيت قبل الشارع. يعني ما ينفعش انك انت تفضلي قاعدة على حس الهدوم اللي انت جايباها في الجهاز مدة طويلة لحد ما تدوب عليكي، ما ينفعش، تمام؟ والموضوع بيبقى تأثيره بيتفاقم كل ما كان الزوج محترم وابن ناس، ما بيعلقش، بيسكت، بيبص ويسكت، أو بيتقل فيكي، مش عامل حسابه على أوبشنز تانية، مش بيبص بره، مش عامل حسابه يجيب حد عليكي، فبيبقى انت حظه من الدنيا. فخلي يعني حظه ما يبقاش كل ما يبصله يبقى متضايق، تمام؟ طبعا اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، يعني ما يبقاش جوزك بيكح تراب وسالفين ومش عارفين تظبطوا موضوع الاكل وشرب. ربنا يوسع رزقنا كلنا يا رب. وتروحي انت تبقي متمسكه بان لا لازم بيجامه كل شهر ولا كل 3 اسابيع. اوكي، لا يعني في حدود المتاح، يعني ظبطي نفسك في حدود المتاح، مش لازم تجيبي اغلى حاجه. التجديد لوحده مطلوب، التجديد لوحده مهم ليكي وليه. اوكي، بس ده بيخلينا نشير الى اهميه ان يكون الراجل واضح قدام مراته بخصوص وضعه المادي. يعني انت ما ينفعش تخبي عليها انت بتقبض كام او فلوسك بالظبط كام، علشان هي تتصرف على الاساس ده، ما يبقاش في ضغط منها من غير ما تعرف ان هي بتضغط عليك. يعني انت لو انت قلقان منها ان هي لو عرفت ان معاك قرشين شايلهم فهي تقوم مزوده طلبات، او ان هي مثلا شالت فلوس من وراك قبل كده، فده معناه ان انتوا الاثنين متلبشين من بعض في حاجه. يعني انتوا في حاجه، انتوا الاثنين قلقاكم من بعض مخلياكم مش حاسين بالامان مع بعض. وعلى فكره والله مهما كان الموضوع كبير بيتحل بالتواصل اللي هو نيته كويسه، يعني اللي هو نيته ان احنا نفهم بعض، مش نقعد متحفزين بقى وقعد اتهام ونقوم ضاربين بعض في اخر الكلام. لا، احنا يعني نفهم بس المشكله فين، هتتحل باذن الله. بس خدوا الطلعه الاولى دي بتاعه ان حد يتكلم، ان حد يسمع، تمام؟ بعد بقى يا اختي ما تحلي المشكله بتاعت ان هو مش واضح ماديا قدامك دي، لازم تطالبي بمصروف شخصي ليكي. والله حتى لو كان 100 ولا 200 جنيه في الشهر، مهما كان المبلغ بسيط هيفرق معاكي جدا، وهتبقي على الاقل فاهمه ان الشهر الجاي لو انت حوشتي الفلوس دي هيبقى معاكي المبلغ الفلاني، تقدري تعملي كذا، تقدري تعملي كذا. بدل ما كل شويه تروحي تقولي له والنبي عايزه فلوس، عايزه اروح اجيب سواروج، ولا عايزه اروح مش عارف اعمل ايه عند الكوافير، ولا مش عارف اجيب ايه. انت ليه بتفصصي كل حاجه كده؟ هيفهموها. عارفه بتتفهم ازاي؟ انك انت مش حاسه بتعبه وشقاف الفلوس ورايحه تضيعيها على الهق والمق والطبله والرق، فهماني؟ فبلاش التفاصيل دي، هم مش هيفهموا الحاجات دي مهمه عندنا ازاي، مش هيفهموها. فما تحرقيش دمه، هو انت اطلبيها مره واحده كده مبلغ مهما كان بسيط، تمام؟ مفيش مشكله. جيبي هاله من ناحية ان هو مش حرمك من حاجة وربنا خليه ليكي، بس انتي لما كل شوية بتطلبي منه بتحسي ان الموضوع بيتفتح منك وكده، انتي بتصرفي اكتر من المفروض تصرفيه، يعني ايه؟ فلكن لما يكون المبلغ محدد كل اول شهر انتي كده بتوفري وبتبقى الدنيا محكومة، يعني مش عشانك انتي، ده عشان البيت والاقتصاد وعشانه، يعني فاهمة؟ جيبي هاله كده وان شاء الله خير. في حاجة تالتة بقى احنا بنعملها على اساس نوصل قد ايه احنا حابين قعده في البيت، قد ايه احنا بنحب يكون موجود، بس بتجيب نتيجة عكسية جدا، وهي انك مش سايبه له مساحة، لا سايبه له مساحة مادية ولا سايبه له مساحة في دماغه. يعني لو هو راح الشغل انت اللي بتتصلي دايما، سيبيه يفصل شوية كده، وقت ما يحس ان هو عايز يكلمك يكلمك، ما كلمكيش جايلك باذن الله، يعني فاهماني؟ ما تكلميهوش في الشغل، تمام؟ وكمان خليه وهو قاعد في البيت يفرد دراعه كده ويتدوخ، ما يخبطش فيك، يعني ادي له مساحته، تمام؟ لو هو عايز يروح يخرج مع اصحابه في سفريه، واتمنى يعني جوزي ما يسمعش الحته دي او ما يشوفش الفيديو ده اصلا، اوكي وافي مصر، ده مهم جدا، اوكي ان هو يسافر برده ويغير جو بعيد عنك لوحده، مفيش مشكله، بس هو فعلا يعني انا بقولك الصح.
عايزه تنفذيه تنفذيه، ما تنفذيهوش انت حره. المهم ان فعلا الكلبشه اللي احنا بنكلبشها دي بتجيب نتيجه عكسيه. سيبيه يشم نفسه عشان يرجع فريش كده وتمام. انت عارفه نكد الرجاله بيكهرب البيت ازاي، فخليه ايه يلاقي ياخد وقته بره ويعمل ريفريش لنفسه كده مع اصحابه بره. بمناسبه بقى تديله مساحته وكده، انت كمان المفروض تديله وقته عشان وقت المشاكل او الخناق. يعني ربنا ما يجيب خناق، بس ده طبيعي جدا بين اي اتنين متجوزين، يعني طبيعي ما فيش حاجه حصلت غير كده. المهم بس بتتعاملوا ازاي في الخناق ده. معظم الرجاله، معظمهم مش كلهم طبعا، يعني معظمهم ما بيحسوش ان هم غلطانين بسهوله، تمام؟ فانت اديله فرصه ان هو يحس ان هو زعلك، اديله الفرصه دي. ممكن يكون محتاج وقت، اديله الوقت ده. انا معاكي ان الوقت ده هيعمل جفا، ممكن لو طول شويه على ما ياخد باله انك زعلانه اصلا هيعمل جفا، ممكن ياثر على العلاقه التواصل ما بينكم. ولكن لما يحصل جفا احسن ما تحسي انك انت زعلك ارخص من التراب. يعني لانك انت لما تعودي اللي قدامك انك انت اللي دايما بتصالحي، انت اللي دايما ما بتعرفيش تاخدي موقف، يعني حد يلاقي دلع وما يدلعش. يعني انت زعلتي دلوقتي وهو مدرك تماما ان هو اللي مزعلك وهو الغلطان في حقك، هيجي صالحك ليه وهو عارف كويس انك انت هتيجي بعد شويه انت اللي تكلميه او هتضحكي بعد شويه والموقف هيعدي، ليه يعمل كده؟ تمام؟ فانت اللي هتبقي معوده على كده. بعد فتره هتحسي انك انت فعلا زعلك ملوش اي قيمه. احساس الهوان ساعتها انت مش هتعرفي تتعاملي معاه، هيبقى صعب قوي. لكن احساس الجفا ده ممكن تشغلي نفسك. وعلى فكره ما تقلقيش خالص بالنسبه ان هو انت هتسيبيه وقت طويل زعلانين من بعض فهيفتكر فحواراتها هتشتغل في دماغه. يا حبيبتي لا، هما مش كده خالص. هما وقت الخناق او الخصام عادي جدا بيعيشوا حياتهم، كوبايه قهوه عادي مفيش مشكله، بيفكروا في حاجات 100,000 حاجه شغلاهم في دماغهم، اوكي؟ لكن احنا اللي الحوار بيكبر في دماغنا وبنعمل افلام وقصص، وعشان كده احنا خطر ان احنا نتساب زعلانين كتير. بس هما مش فاهمين ده، تمام؟ هما مش فاهمين، احنا نفهم احنا نتصرف ازاي. سيبي ياخد وقته خالص وما تقلقيش عليه، الموضوع مش هيكبر في دماغه ولا حاجة. انت خليكي في نفسك، اشغلي نفسك. اخطر حاجة على الكوكب البني ادم الفاضي سواء ست او راجل. في 100,000 حاجة ممكن تعمليها تشغلي نفسك بيها لو انت قاعدة في البيت زي حالاتي كده وما عندكيش شغل. ممكن تسمعي وانت بتشطبي المطبخ كده كتاب صوتي لو انت ما عندكيش الوقت انك تمسكي كتاب وتقري. كتاب صوتي عربي او انجليزي، في قناه بتعمل كتب انجليزيه مسموعه بالمستويات، يعني يبقى انت كده ربطتي لك بتاع 4 عصافير في وقت واحد، حسنتي اللغه. هما بيطلعوا معاكي يعني في الاول بيتكلموا بالراحه قوي، وبعد كده بيبداوا يعلوا معاكي لما مستواكي يعلى واحده واحده، فانت تبقي بتطوري نفسك على جميع المجالات. انا مش هقدر اقول لكم على كل الحاجات اللي ممكن تعملوها، كل واحد عنده حاجه بيحبها ينميها من خلال الانترنت وانت قاعده في البيت. اتمنى الحلقه دي تكون نورت حاجه عندك. ما تعمليش تصرف ممكن يكون بيبقى حمل او ضغط عليكي وهو اصلا بيؤدي لنتيجه تانية خالص مش مستاهله التضحيه اللي انت بتعمليها. لو عجبتك الحلقه يا ريت تعملي لايك وشير. سلام.